يعني من ألفة واش هذيك تعرف فلان واش كذا، وفي التالي آخر كنكتشفوا بأن هذيك الجدول اللي هما عاملين باش يستافدوا الجمعيات، الجمعيات اللي هي تستحق وتاخذ الدعم، خديت واحد بحال اللي رماو لها واحد الفتاتة باش ما تهضرش، يعني أنا كنهضر على الجمعيات اللي خداو المنحة، والجمعية اللي ما تستحقش أنها تاخذ المنحة كنتفاجئ بانها واخده، وكنعرفهم شخصيا لانني دخلت في هذا المدار العام الجمعوي، واكتشفت بان شي ناس يعني عش طيح وزمروا هذا وصافي عاد تاخذ الدعم، خدات ثلاثه وحده خدات سعود، شنو كيعملوا هاد الناس هادو؟ وانا كنشتغل العام كامل وانا كنشتغل مع الناس، علاش؟ شنو السبب؟ انا كنت وجهت الموضوع، علاش كنت تخسرني؟ علاش السبب انا كنت تخسرني انا؟ علاش؟ شكرا.